يعطيك العافية. أهلين الله يعافيك. وين مكتب سيادة شاكر الماجد ترى؟ شو ها؟ شو جنيت أنت لحتى تسأل عن مكتب سيادته هيك من برا الطاقة؟ شلون لك عم تفوت لعنده إذا ما سألت عنه وتنورت؟ كمان ما تفوت لعنده؟ ولك إيه بدي فوت لعنده، شو ما كنت أخذت؟ مو زلمة مثلي مثله؟ عفوا بالله، يعني حضرتك بتقربوا شي؟ لا سيدي ما بقربوا. هلا هاد شكل واحد بيقرب سيادته، يفضح ريشك أنت الثاني. طيب في معرفة بينك وبينه؟ أنت ارفع سماعك التليفون وقول له أبو مسعود، وإذا ما ذكرني قل له الزلمة اللي سحب رجل المحروس من الأسانسير. طيب لا دقيقة شوي. مين أبو مسعود؟ نعم؟ شو أسانسير ما أسانسير؟ شو مجنون ها؟ نعم؟ معه كارت من سيادته؟ ايوه خليه عندك شوي وخد هويته. احترامي سيدي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا يا اهلا يا اهلا، خطوه سعيده. الله يخليك منيح لحقتني قبل ما انزل. الله يعزكم يا سيدنا ويديمكم. لهالامه زخر ولهالشعب فخر. كيف ركبتوا للمحروس سيدي؟ ان شاء الله احسن. ممتازه الله يعطيك العافيه ابو مسعود. معلمنا انا فهموني برا انه وقتكم سمين جدا، ومشان هيك ما رح اخذ من وقتكم الكثير، ورح فوت بالموضوع راسا وبلا مقدمات. ولو اهلا وسهلا فيك، خذ راحتك يا ابو مسعود. يا سيدي انا ابني الوحيد موظف بشركه المطاحن، وصار له 5 سنين عم يشتغل وراء قطاعه الحديد، وشغل القطاعه خطر كثير، يعني لا سمح الله خايفين عليه شي مره تنشرم له ايد او تنقطش له رجل. وبتعرفوا سيادتكم قديش الضنا غالي. بتتذكروا سيدنا كيف ركضتوا مثل المجانين عدم المؤاخذة يعني لما سمعتوا رجل المحروس علقانة بالأسانسور؟ مفهوم مفهوم. ولوين حابب تنقلوا يا أبو مسعود؟ يا سيدي صبي إله مرق بسواقة وحابب هيك يعني يصير شوفير المدير. تكرم عينك يا أبو مسعود، وبإمكانك تعتبر أنه الموضوع منتهي. بس في عقبة صغيرة قدامنا معلمنا. وشو هي بقى؟ مسعود ما معه شهادة سواقة، لأنه صار مقدم عليها أكثر من 10 مرات وكل مرة عم يسقطوا. تكرم عينك تكرم عينك يا أبو مسعود، خليه هلا يقدم أوراقه منشان شهادة السواقة وبعدين بنحكي بموضوع النقل. الله يديمكم يا سيدي، لهالوطن زخر ولهالشعب فخر. كتر خيركم يا سيدي. الله